بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة هنتكلم عن النت ديسكفر. النت ديسكفر دي تول وظيفتها الأساسية إن هي تعمل ديسكفرينج للهوستس، وكمان نوع الهوست أو الديفايس اللي متصل عندك على الشبكة. وليكن أنت عندك شبكة داخلية، عندك راوتر في البيت وفي اكتر من جهاز متصل بالراوتر ده، فهو بيديك الاي بي ادرس والماك ادرس بتاع الهوستس دي، وكمان يديك جيسنج او تخمين لنوع الهوست سواء هو موبايل لابتوب كمبيوتر او هكذا. طيب هي بتشتغل على ايه؟ بتشتغل والله في الدوكيومنتيشن بيقول لك ان هي بتشتغل على الاكتيف والباسيف ادرسز، تمام، تعمل ريكوجنايزيشن يعني ليهم. كمان ممكن تتصل بيه النتوركس بتاعتك بدون استخدام الدي اتش سي بي سيرفر، وكمان بتكون مهمة جدا او هدفها الاساسي ان هي تشتغل على ادرسز او تشتغل على نوع الديفايس. طيب تعالوا نبدأ نشوف الاداة دي بنستخدمها ازاي. والله لازم تتأكد الاول ان انت بريجد. يعني ايه بريجد؟ يعني واخد اي بي من الراوتر، يعني ما ينفعش تشتغل نت. لازم تتأكد الاول ان انت بريجد مش نت، تمام؟ تمام. طب افرض انت نت، تعمل ايه؟ بكل بساطة بتوقع الأول كارت الشبكة بتاعك، يعني تقول اف كونفج، تمام؟ لأن بسمع إن في ناس بتقفل السيستم خالص أو تعمل له ريستارت وبدأ تقعد كده تعدل على النتورك سيتنج. لا، الكلام ده ما ينفعش، هاخد معاك وقت. لا، أنت تعمل ايه؟ اف كونفج ليثرنت زيرو، ده نوع الشبكة بتاعتي، داون كده انا بوقع الشبكه. وبعد كده بتروح على الاعدادات بتاعتك، بتعمل ديسكونكت، بعد كده بتشوف السيتنج. لو انت كنت نات تخليها بريدجت، تضغط اوكي، بعد كده تبدا تخليها اب تاني، تمام. بتشوف تقول اف كونفج، طبعا هو معايا الواجهه دي بتكون بطيئه شويه، فعشان كده الكتابه بتكون بطيئه. نسيت اغير السيستم وانا بفتحه على واجهه الميت. زي ما احنا شايفين هو دلوقتي لسه ما خدش الاي بي ادرس بتاعه لاني ما قلتلوش كونكت. نقول له كونكت بقى، تمام. نشوف اف كونفج، تمام كده انا خليت عند الشغل بريدجت، يعني واخد اي بي من الراوتر. لو انت كتبت كده نت ديسكفر على طول من غير اي حاجه، هو بيستخدم الكارت الشبكه بتاعك ويعمل ايه؟ الشغل بتاعه على طول زي ما انت شايف. قال لي والله في عندك اول هوست خالص اللي هو ده يعتبر الراوتر. قال لي والله فعلا الراوتر بتاعك ZTE Corporation، فعلا ده نوع الراوتر بتاعي. تاني هوست موجود على الشبكة هو الكمبيوتر المكتبي بتاعي، فعلا هو جيجا بايت تكنولوجي. قال لي في اتنين تليفون سامسونج متصلين عندك على الراوتر من نوع سامسونج ايه الكترونيكس. جميل جدا. وانا عرفت دلوقتي انا عندي اربعة هوست، عندي دلوقتي اربعة هوست متصلين. مش هنحسب الراوتر لان هو الهوست الاساسي، يبقى عندنا دلوقتي 3 هوست، 2 تليفون سامسونج وجهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب لو انا عاوز اديها رينج اعمل ايه؟ بحدد الاول كارت الشبكه. لو انت عندك اكتر من كارت بقول له والله ده كارت بتاعي، بعد كده بقول له داش ار اللي هو الرينج بتاعي، تمام، وابدا اديله 192.168.1. مثلا 0 على 24 لو انت عاوز تديله رينج، هيشتغل نفس الطريقه بالظبط ويطلع لك الايه الهوستس، وكمان يديك الجيست بتاع او الجيس تخمين يعني الخاص بالديفايسز دي. طيب ده بالنسبه لاستخدام الاداه، اداه بسيطه جدا وسهله ما خدتش معانا وقت في الشرح. طيب واحد يقول لي استفادتها ايه؟ نعيد تاني نقول استفادتها انك تقدر تشوف الهوست الموجود عندك على الشبكه، تعرف كمان النوع بتاع الديفايس،
وتعرف الماك ادرس، واكنك بتعمل سكان بالان ماب، لكن دي بتوفر عليك كتير جدا. بدل ما تستخدم الان ماب ممكن دي توفر عليك مجرد ما تكتب نت ديسكفر تعرف الهوستس، وكمان تعرف نوع الديفايس اللي متصل عندك على الشبكه، وتعمل عدد او تعمل حصر ليهم يعني، وتعرف ايه بالظبط اللي متصل عندك على الشبكه. تمام، يعني لو جهاز الفا معين مثلا، واحد مستخدم جهاز الفا وحب يتصل عندك على الشبكه ومتصل فعلا، وجهاز الفا ده كونكتد بيه الشبكه، ممكن يشوف الديفايس اللي متصل ويعرف ان ده جهاز الفا فعلا ومتصل عندك بالشبكه وبيستخدم مونيتورنج مود والكلام ده كله. تمام، فده مهم جدا بالنسبه لك في عمليه البيتريشن تيستنج. اتمنى درسنا يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ان شاء الله في درس ثالث في الكالي لينكس ان شاء الله، والاسبوع ده يكون خلصنا التلات دروس، لان كل اسبوع بشرح تلات دروس بس في الكالي، وبقيه الدروس ان شاء الله هنكمل في السي، لان احنا عاوزين نشد جامد في دوره السي عشان نخلصها. شكرا لكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.